تعرف أنا كمسلم عربي يمني أنا شو أسوي؟ أنا أقبل كتاب الله سبحانه وتعالى. الله يحفظه ويجعله ربيع قلبي وتاج رأسي. أتعرف أنا كمواطن إماراتي شو أسوي؟ أنا أقبل نعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الله يحفظه وديما تاج على رأسي. هذا كلام الله سبحانه وتعالى اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أحطه على رأسي من فوق. هذا نعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، فأنا أحطه على رأسي. هدي هدي يا مدور للتحدي، أنت عندي ما تساوي شي عندي، عن مسافات ألف كيلو غصب هدي، لليمن وابن اليمن دقة تحية. نجمنا ساطع على جوف السماء، واليمن مجده تسطر بالدماء، وانت لو قد صاب عين